السلام عليكم، عاملين ايه سنه ثالثه؟ النهارده حبايبي هناخدوا انواع المدود. عندي ثلاث انواع للمد. اول مد هو المد بالالف. يعني ايه اسم المد بالالف؟ المد بالالف اللي هو بتكون الف ساكنه ما عليهاش اي حركه، بيكون الحرف اللي قبليها مفتوح. يبقى المد بالالف بيسبقه الحرف الممدود. الحرف الممدود ده بيكون دايما مفتوح، زي كلمه باسم. باسم، شفتوا كده انا ما اديتش ازاي حرف الالف؟ باسم، دي كده مد بالالف. عرفت منين ان هي مد بالالف؟ لقيت الحرف الذي يسبق الالف اللي هو حرف الباء عليه فتحه. وكلمه ايه كمان؟ شاهد. شاهد دي برضو مد بالالف، لان الحرف اللي بيسبق حرف الالف هو حرف مفتوح. طيب تاني نوع من انواع المدود عندي هو المد بالياء. المد بالياء ويسبقه الحرف الممدود ويكون مكسورا. احنا طبعا قلنا الحرف اللي بيسبق حرف المد اسمه الحرف الممدود. طيب في المد بالياء الحرف الممدود ده بيكون ايه؟ بيكون تحتيه كسره، بيكون مكسور، زي كلمه ايه؟ سمير، جميل. طيب ثالث نوع عندي من انواع المد هي المد بالواو. المد بالواو ان انا يكون عندي كلمه فيها حرف الواو، بس لازم الحرف اللي بيسبقها اللي هو الحرف الممدود يكون عليه ضم. يبقى في المد بالواو يسبقه الحرف الممدود ويكون مضموما، زي كلمه عصفور، حقول. تمام، يلا بينا ناخد، يلا بينا حبايبي ناخد تمرين على انواع المدود. عندي تمرين بيقول لي بين نوع المد والحرف الممدود. اول كلمه عندي كلمه باسم. باسم هنا فيها مد بالايه باسم؟ مد بالالف. يبقى المد عندي هو من نوعه مد بالالف. طب الحرف الممدود ايه؟ ها تمام، حرف الباء. يبقى عندي كلمه باسم فيها مد بالالف والحرف الممدود اللي بيسبق المد هو حرف الباء. طيب تاني كلمه عندي هي كلمه ايه؟ حقول. حقول دي مد بالواو، كلمة فيها حرف الواو ويسبقها حرف مضموم. يبقى هنا عندي في كلمة حقول هي مد بالواو والحرف الممدود هو حرف القاف. طيب يلا ناخد مثال كده على مد بالياء. كلمة قبيح. قبيح دي مد بالايه؟ بالياء، كلمة فيها ياء وما قبلها مكسور، تبقى مد بالياء. طيب الحرف الممدود عندي ايه؟ هو حرف ايه؟ الباء. تمام، احنا كده عرفنا ان انواع المدود هي ثلاثة: مد بالالف ويسبقه الحرف الممدود ويكون مفتوحا، مد بالياء ويسبقه الحرف الممدود ويكون مكسورا، مد بالواو ويسبقه الحرف الممدود ويكون مضموما. ماشي، شكرا.